فيديو لرئيس وزراء كندا في لندن يثير غضب البريطانيين. إقالة سفير العراق في الأردن تتصدر حديث السوشيال ميديا. باحثون يحصون عدد النمل في العالم، رقم مذهل. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. تزامناً مع حالة الحداد والحزن الذي خيم على بريطانيا أثناء الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث، أشعل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عاصفة من الانتقادات بسبب ظهوره وهو يغني في لندن. صحيفة التلغراف أوضحت أن كاميرات المراقبة رصدت ترودو وهو يغني في بهو فندق بوقت متأخر أثناء وجوده لتمثيل بلاده في جنازة الملكة الراحلة، مشيرة إلى أن الكثيرين اعتبروا أنه تصرف غير محترم في حدث حزين، فيما قال ناطق باسمه لاحقا أن ترودو كان في تجمع صغير للإشادة بحياتي وخدمة الملكة. بعد نحو شهر على حالة الجدل التي أثيرت بسبب صور زوجته مع الفنان راغب علامة، تداولت وسائل الإعلام خبر انتهاء أعمال السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري. شبكة ترودو العراقية أفادت بأن العذاري أعلن أنه سيغادر عمان عائدا إلى مركز وزارة الخارجية في بغداد في إعلان يعد انتهاء لعمله كسفير لدى المملكة الأردنية، فيما كانت وزارة الخارجية استدعت سفيرها لدى الأردن في 20 أغسطس الماضي على خلفية الضجة التي حصلت أثناء زيارة الفنان اللبناني لمقر السفارة في عمان. إلى مصر هذه المرة، حيث قررت السلطات بدء النظر والتحقيق في البلاغ المقدم من محام يدعى هاني سامح ضد الداعية الشاب عبد الله رشدي. تقارير أفادت بأن المحامي يتهم الداعية باستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة وهتك عرض العراقية جيهان جعفر. وأوضح مقدم البلاغ للعربية نت أن جهات التحقيق ستبدأ في إجراءات الإعلان بدعوى عزل وإيقاف عبد الله رشدي بسبب واقعة الزواج الشفهي من السيدة العراقية وإيقاف عن عمله بوزارة الأوقاف، فيما أعربت السيدة عن سعادتها ببدء التحقيق مع رشدي بتهمة هتك عرضها. خبرنا الأخير، كشفت دراسة حديثة أن هناك ما لا يقل عن 20 مليون مليار نملة على كوكب الأرض، بمعدل 2.5 مليون نملة لكل إنسان. تقارير أشارت إلى تعداد النمل الذي يعيش في العالم، ويعد أمراً يسمح بتقويم العواقب التي قد يحدثها أي تعديل على موطنها، بما في ذلك تغير المناخ، فيما قال القائمون على الدراسة إنهم استخدموا تقنيتين معياريتين لرصد الرقم المذهل، الأول ما بوضع مصائد تلتقط النمل المار خلال فترة معينة، والثانية بتحليل عدد النمل الموجود على مساحة معينة من أوراق الشجر على الأرض.